العشوائية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 93 على الحياة الثام حفالي وجونا عالي. 19 دقيقة مرحبا بالناس كل معضلة المجعلين على 93.3 هذه هي الحياة الثام، هذه هي زهرة الثام وجوك على 93.3 تبدأ معكم من توا حتال للستة متاع العشية كما العادة بمختلف الفقرات المتعددة الثقافية والترفيهية. إن شاء الله يا ربي الفايدة توصل وتحصل من خلال برنامجنا. سينو احنا ديما معكم قبل كل شيء نقدم لكم انتوما تحية للناس اللي قاعدين دائما في المتابعة اللي تتفرجوا فينا فيا ويب كام على الباج اوفيسيال متاعنا، وأيضا عناس اللي تسمعوا فينا على البوم FM. عنا ديما ليكم الكادوات، عنا ديما ليكم لي سوربريز، ديما موجودين اكيد. ان غون ميرسي للفريق جي اس ام اللي ديما يوتكم باللي كادو الكل. الوغ ديما لي كادو باش يكونوا موجودين معاكم، هذه دائما لعبه موجهه للناس اللي تسمع فينا اكيد برا، وخاصه لسائقي التاكسيات دائما باش يكونوا معاكم في بلاصه معينه. استنونا ودائما ما تستنوش تعدل الموجه على 93.3. يلا كيف كامله معاكم دائما في الخدمه، وتحيه كبيره برشا 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 زميلنا ايمن ليجا اليوم في الاخراج التقني وفي قياده الفريق. يا مرحبا سيدي، ايضا رحبوا بزميلنا سيف الدين بولعريس يرجع لنا في عوده ميمونه سيدي للبلاتو وفي الاخراج البيميكس والتصوير الاخوه اللي قاعدين تشوفوا فيها. سينو معكم نور بيجي مقدم الميكرو، ولا نصلي على النبي الناس اللي قاعده تتفرج بك الله استوديو عندي وليكرونيكور الكل اليوم معانا في البلاتو. الوغ مرحبا دائما باللاعب الاساسي اللي ديما حاضر معانا حمزه بشيخ. مرحبا عسلامة نور، مرحبا بيك، مرحبا كافة المستمعين تاع حياة تام. اليوم امبيونس كبيره موجوده لهنا، برشا جو نستنى فيكم، برشا حاجات مزيانة اليوم. خليكم بروشية على 93.3 وجوك على 90 ديما 90. سيدي مرحبا بيك، و اليوم هكا لي زون بتاعك بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. انا ما نعرف علاش الحال، اما شنو بقول انا ما نعرفش، انا نعرف علاش مادام النصف الثاني بتاعك بحضنا لهنا في الاستوديو. مرحبا. مرحبا مرحبا امين رباح اللي ديما باش يكون معانا كده في الاستوديو. مرحبا امين. يا مرحبا، مساء الانوار، مرحبا بالساده المستمعين، مرحبا بكم توت ليكيب ليكيب تكنيك حياة الفيلم. جاونا في 99 ديما نقعدوا احنا في دقيقة 99 والانرجي زادة 99 ما شاء الله. مادام بحذية خويا حمزة وانا بحذية بالطبيعة ان شاء الله اليوم باش نبداو في السيري. باش نبداو في لب الموضوع. عملنا هكا نقولوا احنا انديمو نهار الخميس اللي فات، باش نبداو توا بالحكايات نتاعنا، باش نعطيو دي كونساي مزيانين، باش نحكيو برشا حكايات ما نحرقوش في زيتاب. نكملوا نرحبوا بقيت ليكيب توا من بعد نرجع. مرحبا بيك امين، نورتنا سينو عزيز. يا مرحبا. مع السلامة نور، بيك وكامل ليكيب الكل حلوين نتلموا اليوم، وتحية لكل سادة مستمعينا ومستمعات. سيدي مرحبا بيك نورتنا. ايضا رحبوا بسي ابراهيم الشعبي اللي ديما معانا ويمتنا بكل ما هو يخص الصحة الجبائية، في اش عندنا واش ما عندناش، في اش ليك واش عليك. مرحبا بيك سي ابراهيم. مساء الخير، مساء الفل لاربع فريق ومستمعين. انتظروا حلقة اليوم اش عليك واش ايش ليك واش عليك ايش عليك الجديد الجديد ايش علينا ايش علينا. انا بديت نخاف سي ابراهيم حقيقه. ايش ليك واش عليك؟ اي والله سي تري امبورطون، عندك حصانه جبائيه. تهمنا الحكايه برشا. امين اكثر واحد موجود فينا على فكره، تهمه الحكايه على كل البلاتو لهنا، تهمك برشا. جاوب بيه مع بعض، رجعت رجعت فوالا. مادام سي ابراهيم لهنا امورك هذه، امورنا منظمه باذن الله الحمد لله. يلا سيدي مرحبا بيك محمد الوسليتي اللي لا يمات هذيا كلها. محمد الوسليتي تلقاوه البر، اللاعب اللي تستنوه البر يربحكم الكادويت. رغم البارح كنت معاهم الجماعه في رونبوان الزربيه الحقيقه. بالمناسبه هذه يعني نتوجهوا بشكل التاكسيستية البارح اللي كانوا متواجدين يعني نور في رونبوان الزربية. الحقيقة فاجئوني على الاخر بالحق. ان غرون ميرسي اليوم وسامحونا خاطر الحقيقة حابين نربحوا الناس الكل البارح.
اما يعني مازلت يعني برشا فرص مع الحياه فاهم. اليوم معناتها باش نكونوا يعني في باب جلادين موعدنا 5:30 التاكسي ستي الكل يسمعوا فينا على اذاعه الحياه فاهم اللي معدلين موجتهم على 93 ابقوا برونشي حتى 5:30 وان شاء الله معناتها باش نكونوا متواجدين في ساحه باب جلادين. واكيد الفائز مش يكون اللي هو معناتها يكون متواجد الاولاني في ساحه باب جلادين دونك تستنونا وما عليكم كان تعدلوا موجتكم وتبقوا في الاستماع. غير ما يعني الجو لي من كان الاسرع انقولها من توا يا جماعه من توا عدوا الموجه وكي ترى محمد اليوم انا لابس في النوار قمروه من توا لابس في النوار مع اكيب كامله شوفوهم قاعدين يصوروا طول طول امشيوا بحضيهم تركوا كادو مزيان عند الفريقي جي سيم وهكا دائما ما تنسيوش تعدل الموجه على 93 محمد سينو نور بالمناسبه هذا يعني ولا ما الحلوه اللي معاك نتوجه يعني بديديكاس يعني لوقت البارح ونقولها مبروك البي اف ام تاعك ان شاء الله الف ان شاء الله مبروك عليها وهلولا كل ما انت ان شاء الله ديما في نجاح ان شاء الله برشا تالق ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بقدرة ربي هكا ناس كل اللي قادمين على فرحة ونجاح ان شاء الله ديما هكا بالنجاح والفرحة. حمزة افونغو نور اليوم القرد حدشت ايوا افونغو اليوم الحكايات اليوم اللي تجيكم نحار خاوية اللي هي فيها الالف وفيها البيت وفيها جمال فيها دالف فيها هي فيها باب فيها زينين فيها هيت فيها تيت فيها يود فيها كاف فيها لام لحظه لحظه خلنا نعمل نرجع الساحه لحظه هذه ماهيش عربي لا ماهيش عربي هذه اللغه اللي اشتقت منها اللغه العربيه اللي هي عمرها قبل الميلاد تقريبا 900 عام في تونس لغه الفينيقيين او البونيقيين ولا كما سميوها القرطاجيين. والله انا خايف باش تعمل لي حذر فذر معناها هكا ونطلعوا هكا عطيتنا الاجابه. الوغ هذايا افونغو نتصوروا للي باش تحكيه ان شاء الله بعد خليكم برونشي حاجه مزيانه على الاخر بالحق عندنا 3000 سنه حضاره مكتوبه وعندنا فوق المليون سنة قبل 3000 سنة ماهوش مكتوبين باش نبداو نكتبو وندونو اليوم بالضبط. على غادي افونغوش وقتنا كيما العادة ونستناوك في فقرة هيتش عندك تاريخ الحضارة التونسية العريق سينو احنا دائما معاكم تستناو برشا مفاجآت والعديد من الفقرات وكيما العادة عندكم الاختيار باش تشاركوا معنا في البرنامج بطريقة فنية وحلوة برشا برشا مشكور زميلنا حمزة بالشيخ اللي ديما هكا يدور على ليكيب يختار لكم 3 اكستري يختاروهم ليكيب وانتم تفوتيو على الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها اخر الحصة. تعطينا الاكستري الاول ايمن رينا سيبا عرفت شكون هذيا انا نتصور امين لا مش انت أمين رمح أمين الحجيري هو دجا قال فرقوا يا جماعة فرقوا ركم تفجحوني تحية زميلة قلت له وينه أمين قال لي ليه أنا بحذيك أنا ليه مش كنتي أمين ليه تكتبوا اسمع فينا دجا قدموا له تحية زميلة أمين الحجيري اختار سنتي سكوماي سينو الإكس خيتيني تراش عام هذا جو صديق العشير يمين عظيم عظيم انت اللي اخترت الاكستري اليوم صباح فخري من عزم الرسم سنتيمتري وشفافي وكيف الكل فيه فقيق قدود الحلبة حمزة يعرف دخول بقوة للسباق شي أمين معنا عنا دو أمين اليوم في السباق أمين أن أمين دو معنا عندكم الاختيار سينو اخر اكستري عنا لشكون تراه سيدي البعض هذي نعرف شكون مجد المهندس جديد مجد المهندس حاجة مزيانة برشا عند خيامنا بوحيط ولا أنس عندها جمعة من هكو تغنية قلت عش بختار هي شديد اخترت انت اليوم عملت اليوم هكو تكسير عالمية سيد خيامنا لا ضواق ريت اليوم راه واش حط الجماعه حتى الناس اللي قاعده تسمع فينا راه الكيب الكل اليوم عندهم مود معين مود نتاع اغاني رومانسيه انا عارفه عليه تونس تونس في الاوف ونعطيك المسح ولا تبغوا تسمعوا الاغنيه هذه كامله اخر الحصه بيان سور تنجموا تفوتيو عليها بالرياكت على الباج اوفيسيال نتاعنا وهذه طريقتنا باش تشاركوا معنا
في البنان. سينو هكا احنا اكيد نبداو الميسيون معاكم ان شاء الله بمختلف الفقرات اللي تهمكم ان شاء الله يا ربي هكا تحصل الافاده. مرحبا بالناس الكل على 93. سبعة وثلاثين دقيقة بعد الأربعة. مرحبا بالناس كل ما عبد موجتها علينا أكيد. احنا مازلنا مكملين معكم حتى للستة وقاية التور دو تابلو. تصويت التور دو تابلو وقاية التور دو تابلو. الثقافة أكيد مكانها في التور دو تابل وليمشموا امتعنا من نجموش ما نحكيوش على الدورة 75 للفستيفال انترناسيونال دو فيلم كان 2022. أكيد نحكيوا على المسابقة مسابقة الأفلام اللي كان 2022 ونحكيوا على لابارتيسيباسيون تونيزيان المشاركة التونسية للأفلام في هالإديسيون هذه. وقبل كل شيء الحقيقة حاجة تشرف ان نلقاو مهرجان عالمي بالوقع هذا كما مهرجان كان انه نلقاو توينس اكيد مشرفين في المشاركات نتاعهم. نحكيوا على بيان سور دو فيلم تونيزيان سامحوني على كانزين دي رياليزاتور. الفيلم الاول اللي هو اسمه سولي فيغ او اندر ذا فيغ تري اللي هو كي جينا نترجموه تحت شجرة الكرموس للمخرج اريج سهيري كما قلنا في السيكسيون لا كانزين دي رياليزاتور. وايضا فيلم اشكال دو يوسف شبي كيف زاد دون لا سيكسيون لا كانزين دي رياليزاتور. alors دائما الحضور التونسي مشرفنا. فما ايضا العديد من الافلام الاخرى باش تعرض في بيان سور ضمن المهرجان. مهرجان ديجا افتتح من نهار 18 حتى نهار 28 ماي بيان سور وقعد مازال يتواصل. حاجه جميله جدا اللي دائما نلقى وجوه مشرفتنا في كان نور. عنا زيدا فيلم بقشيش لحسين المرزوقي كذلك يعني فيلم حرقة لطفي نتان يعني في النسخة دي 75 يعني حاجة دي والفرحة الأخير أن يكونوا معناتها يعني برشا فيلم توينسا يعني مخرجين توينسا يكونوا في النسخة 75 من مهرجان كان الدولي. بالضبط الحقيقة حاجة تشرف برشا التوينسا. احنا كنا الحقيقة حبينا هكا شكون داخل معنا باش يعطينا سكوب على المهرجان ولكن ما تحصلناش عليه. حاجة لمحالة نجمو نفهمها اللي توا برشا عبيد قاعدة في التحضيرات وقاعدين غيالمون في البروجيكسيون الو نجمو نفهمو ولكن من خلالنا ومن منبرنا هذا اكيد نشجعوا اي بارتيسيباسيون تكون مشرفتنا. الو عندكم على الافلام التوينسا مع الافلام اون جينيرال اش كيفاش حمزه وامين حاجه بالحق هكا مغرمين بها؟ انا عندي حاجه خارجه شويه على الافلام. فما انسان الله يرحمه كان منورنا بالحق في الفيستيفال دو كان ديما بالامبرانت نتاعو عزين عليا اللي هو معناه لو كوتيري تونيزيان المعروف سيدي بوسعيد اللي لبس ديجا عام 2015 لبس اخت كيم كارديشيان سيف لبسها الفوطه والبلوزه نتاعنا هذه بالنسبه لي انا اقوى ترويج للسياحه التونسيه خير من اللي نجيبوا هكا عبيد ونقعد ندوروا بيهم من بلاصه لبلاصه انا شرفوا. حسيت عرفت هكا كانوا حسيت عشان تحب تحكي لا لا بالنسبه لي الحقيقه احسن تشريف معناها للسياحه بالطبيعه وللإيماج معناها تونيزيان بصفة عامة. هذه الحاجة اللي معناها اللي بالحق نجم تخدم يعني وقعدت نتذكرها أنا ديجا معناها هي صارت في 2015 هذايا بالضبط لبسها الفوطة والبلوزة نتاعنا بالأمبرانت نتاعو مشى معاها على التابي روج وكان مشرفنا الحقيقة باللي معناها عنده ابداعات وخدمته تشهد عليها. اكزاكتومون يعني نحكيو على اسم عالمي واسم خلى الذكرى حلوه برشا في عالم الموضه والمشاهير. الوغ افلام كما قلنا حلوين برشا برشا دابيتود عندكم مع ما جاوبتونيش عندكم مع السينما شكون هكا مغروم بالافلام خاصه التونسيه مانيش نحكي على هوليوود التونسيه اسكو تاخذ قاعده تاخذ في حظها يعني في ما بين اهلها وناسها قبل
تكون البرة السينمات المصرية قاعدة تتطور بشكل كبير وهذا بشهادة حتى أصحاب الميدان معنا بشكل كبير ياسر السينمات المصرية قاعدة تتطور سواء في الجودة ولا في الكمية وإن على ذكر فيستيفال دوكان حبيت نحكي على الفيلم المصري اللي هو ابن الجنة اللي هو بون مش مصري ياسر خاطر جوست المخرج عنده دوريجين مصري ما هو فيلم المخرج السويدي وديجا اكثر من شطر الفيلم كان تصور في تركيا معناتها الحق الفيلم هذا كان عمل بوليميك كبيره عجب سوى اللجنه سوى الجمهور في كان وصل حتى هو كما نقولوا يحكي على الحاجات العادات والتقاليد الموجوده في مصر وكان قلق ياسر الازهر الشريف في مصر وعمل ياسر بوليميك بالضبط الوغ قاعدين الحقيقه يعني نعملوا في خطوات ثابته في ما يخص يعني عالم السينما اثبتنا على يعني برشا مراحل اللي عندنا مخرجين توانسة اللي حتى لو كان بودجي يكون قليل كنا عملنا فيلم رعب تونسي تتفكروه داشرة اكزاكتومون الوغ كان بودجي معناها اكومبارابل بالنسبه للافلام العالميه او افلام هوليوود ولكن نجح بالقديه بالقديه يعني واللي خلى السينما التونسيه قاعده تزدهر واللي فما دي بروجي قاعدين يخطوا يعني يمروا او قاعدين يشقوا في طريق عالمي وطريق ناجح ان شاء الله كل التوفيق الحقيقه لكل لي زارتيست التوانسه اللي دائما منورينا والحقيقه هكا يقدموا في الاضافه والحاجات الجميله والراقيه جدا اللي تعطي بعديك الاكله نتاعها كسوا على اقتصادنا كسوا على سياحتنا الداخليه او غيرها سي ابراهيم فعلا نور هو توا الإعاقة الوحيدة ما بين قوسين قوة إعاقة هي التمويل أي. يعني لو كان جاء ثم تمويل للسينما التونسية تكون تبدأ على خاطر احنا عندنا كفاءات وبدليل توجدنا في كان فهمتني في برشا معناها مارجنت أخرى هذاك دليل كونه ثم كفاءات كبيرة برشا وكفاءات عالمية مش معناها وطنية وكذا عالمية إذا كان ثم التمويل وكان جات ثم بيجي معناها كبيرة برشا برشا نجموا نعملوا ما خير وتكون معناها بصماتنا أكثر من اللي موجودة توا مع تهنية قلبية للمجهودات اللي قاعدة صايرة والنتائج اللي توصلت لها توا وسط السينما التونسية صح أيضا يجدر بالذكر اللي دائما الأفلام التونسية عندها مساج من قلب الواقع اللي يحبوا يوصلوه ويمسوه كما لنا فيلم حرقة اللي دائما يعني يحب يوصل مساج الهجرة الغير شرعية أو الغير منظمة أو الحياة يعني الاجتماعية أو جنرال محمد فضل نور نحب نشير يعني الحاجة بالنسبة يعني من النسخة دي 75 مهرجان كان يعني الغزو الروسي معناتها على أوكرانيا يعني يلقي بليله يعني في النسخة دي دونك مانيش مش نلقاو ممثلين روس وأفلام روس ومخرجين روس حاجه جراف على الاخر انه معناتها تدخل السياسه والحروب والصراعات العالميه في التوسكي ثقافه وسينما ورياضه زيد عطينا زيد في الرياضه يعني التداخل معناتها يعني لقى تاثير يعني الصراعات هذيا معناتها عطات تاثير على التوسكي الوزير هكا نتاع انسان يمشي يتمتع بسينما وسبور وكل حاجه جراف على الاخر ان شاء الله ما تاثرش على المهرجان هذا ان شاء الله اسبيرون الحقيقه احنا توا على موعد مع العديد من المهرجانات وان شاء الله باش نكونوا في متابعه العديد من المهرجانات الثقافيه لكن كما قلنا الحقيقة يشرفنا برشا اللي نلقاو حضور تونسي لأفلام تونسية في مهرجان عالمي بقيمة مهرجان كان فوالا هذا كان موضوعنا لليوم للتور دو تابل التور دو تابل سنو مازلنا متواصلين معاكم دائما على نفس الموجات ومختلف الفقرات ما تنساوش تعدلوا الموجة على 93 باش نكونوا على موعد معاكم دائما في الكادوات والربح تلقاو محمد بعد شوية كيدي سنو فيكم في باب الجلادين اليوم راهو ماشيين الباب الجلادين مرحبا بالناس كل عبد الموجة على النعم بعد الأربعة مرحبا بالناس الكل معدلة الموجة علينا وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا في كرهبكم في ديالكم في الخدمة سلموا عليكم برشا 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 إن شاء الله هكا دائما نكونوا خفيف ظل عليكم وقيت زينا نحكي وزين وجمالية وحاجات بنينة برشا برشا تتفيد في أصل زينة أصل الزين وقيت أصل الزين كي نخمم في كلمة أصل الزين تجيني أغنية أصل الزين في العينين والعينين في
في السمرة في السمرة. مرحبا أمين. يا مرحبا يا مرحبا. اليوم عنا موضوع مزيان. ايه؟ باش نعملوا كومونتري نقولوا احنا باش نعملوا دخلة. ما نمش نحكيوا هكا حاجات تكنيك كلها، ما باش نحكيوا كلها معناها ثقافة، منين جات البارفان، وقتاش اليوم معناها بارفان باش نحكي. اليوم باش نحكيوا بارفان، الجمعة هذه كاملة باش نحكيوا بارفان. اليوم غدوة بعد غدوة البارفان. تري بيان. التيم نتاعنا باش نبداو اليوم معناها باللي زوريجين نتاعها، كيفاش تصنعت، كيفاش بدات، شكون أول إنسان معناها بدا يستهلك فيها، هذوما الكل باش نحكيهم بالطبيعة في الروبريك نتاعنا. إيه سي تري بيان. إيوا دونك نبداو بالليستوار، معناها نبداو بالأصل الحكاية بالتاريخ. دونك الاستعمال نتاع البارفان بدا بالضبط عند المصريين لي فيو ايجيبسيان، المصريين القدامى. اي المصريين القدامى اللي هما معناها يندرجوا من، كان يشاطرني حمزه بالطبيعة، يندرجوا معناها من بنو اسرائيل نقولوا احنا. دونك الاستعمال نتاع البارفان بدا بالضبط مع عهد ملك قبل معناها فرعون اسمه توتانخامون. هذا معناه الملك هذا كي عملوا الحفريات نتاعو الكل يلقوه دفن معاه بالضبط 300 جره، ما احنا نقولوا قبل في الرومان كل يدفنوا جرر ذهب والويز وكذا، يلقوه دفن معاه 300 جره بارفان. بارفان كلها ديزيكستري دو بارفان، معناها الروح 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 نتاع البارفان. اسمع القلب صحيح، وتصور انت قداش من عام وقعدوا معناها ديجا عباره كاشتي هذوك راهم تبيعوا بالاف المليارات اكيد باعوا باش ياخذوهم معناها الامراء والملوك وكل صحيح. صح دونك مرت سي توتانخامون ليه كليوباترا. أيوة. كليوباترا شيخة بارفان. كليوباترا كانت عندها معناها في العادة والتقاليد متاحة كما نقولوا احنا باش نعملوا دوش عادي، تعمل هي معناها إل سو بلونج دون زان بان دو روز، معناها نقولوا احنا تغطس في بانو كل ورد، بانو بكل يعني ورد، ما ورد ولا روح الورد، ما ورد معناها نعملوا بانو بما الورد، بما الورد اي تبع تحط معاه وريدات، خاطر هما معناها الباز نتاع البارفان ديزيكستراكسيون، معناها نقولوا احنا استخلاصات نتاع روح نتاع الورد نتاع بعد، باش نحكيو بشوي بشوي كيفاش قاعده تطور البارفان اللي وصلوا معناها حتى من ليزانتيستان وحاجات انيمال معناها. ايوه اي مش نضحكم معلومه اللي هو برودوي نوبل طاب بشوي بشوي خلينا بشوي واحده واحده. اي واللي كانوا يصنعوا معناها لي زيكستري دو بارفان هذوما هما لي بريت الكهنه، الكهنه نتاع المعبد هما اللي يصنعوا لي زيكستري دو بارفان للامير والاميره نتاعهم باش يتعطروا بهم في المناسبات الرسميه، وتكون معناها عندهم ريحه مختلفه اي مختلفه. أيوة. على الناس الاخرين كانوا هما يعملوا لي زيكستراكسيون هذوما معناها من لي زويل ايسونسييل، معناها ياخذ بارفان صحيح ريت احنا كل نجيو في سيزون الورد نعملوا قطار ورد وكذا، هما يعملوا كيفنا ما بطبيعه في طريقه قديمه تكون معناها اباز دو فومي معناها بالحريقه بالحريقه بالحرقان. اي دونك هذوما هما لي بريت كانوا هما الوحيدين المتمكنين من الصنعه هذه، ومن بعد عدوا بشويه بشويه لثقافه اخرى. دونك فما الامبرور هو ملك، ملك نيران هو ديجا اللي استثمر اكثر معناها في لي بارفان دون لو طون هذاك صرف قرابه 110 الف دولار 1000 اورو باش يصنع لي زيكستري دو بارفان، ويتم معناها الديستريبيسيون نتاعها التوزيع نتاعها على البلدان العالم. واضح بي دونك سي نيران هذا هو معناها ملك روماني ديجا، هو معناها نقولوا احنا لو برومي كرياتور والديستريبيوتور نتاع البارفان في العالم. دونك في 8500 قبل الميلاد كانوا الناس معناها سورتو رجال يعملوا معناها فروتمون نقولوا احنا يعملوا عمليه احتكاك يشد مثلا ورده يحطها على بدنه يشد يخرج الريحه الكل اللي فيها معناها يعملوا العمليه هذه باش يخرجوا معناها تكون عندهم ريحه كل واحد كل انسان كان معناها عنده ريحه نتاعو سبيسيال.
دونك وكلمة بارفان مشتقة من كلمة اسمها بيرفوموم. بيرفوموم اغريقية. اغريقية اي بيرفوموم هي معناها استقالة فومي الحريقة. معناها الدخان نقولوا احنا مش حاطين. دونك هذوما لي فومي قبل كانوا يشدوا مثلا الكليل يحرق ويشدوا الزعتر يحرقوا اي حاجة معناها يحرقوها خرجوا منها الفابور نتاعها ويعملوا بيها ذيك الفابور مش ال ينفر مش يحرقوا روحهم نقصد الفابور مش الحريقه بيدا يعني خاطر اي هي الحريقه تصير اي تصير عمليه كومبستيون معناها مش تقعد له حاجه ليكيد فهمتني دونك كانوا الاودور هذيك نحظ انت تو باش تحط حتى فحمه بحذيك ولا حتى سيجار وليت كيف سيجار وريحته تقعد كلها دخان بل كانوا هكا كل زيرب سوفاج وكل اللي موجودين عندهم يحرقوهم يعملوا ريحة متاعهم واضح دونك هذوما معناها قولوا احنا ريالمون الباكراوند نتاع البارفان البارفاي ومعناها الاسم اللي تم اشتقاق منه اللي هي لافومي معناها البرفوموم باللغة الإغريقية دونك لي بروميي معناها اللي اكتشفوا البارفان بطبيعة قلنا سون ليزيجيبسيان بطبيعة عطاوها اون فالور امبورطونت صارت كونسوماسيون كبيرة متاعها وصار معناها حتى الاستعمال متاعها في كامل بلدان مصر معناها ولات كما نقولوا الملكه واتباعها واتباعها لين صارت ولات برودوي ديفلوبي وكانوا بالطبيعه زاد لي زيكستري دو بارفان يستعملوها في معناها في الفارماسي المداوات كانوا يستعملوها زاد حتى في الولاده شي سهلوا بها عمليه الولاده هذه من اختراعات بطبيعة كليوباترا. كليوباترا. أي. الباز نتاع البارفان كانوا قبل معناها تو خطر تطورت وليت موليكولير وشيميك وكل. صحيح. الباز نتاعها كانت أباز دويل فيجيتال بطبيعة معناها أي زيت نتاع أي نبتة. بلانت. أي. كانت بالجريس أنيمال معناها أي حيوان مثلا عنده معناها نقولوا احنا شحمة يستعملوها ذوبوها يستعملوها خاطر ديما توسكي ويلو. تنو نتاعو يعمل فيكساسيون ايفيكتيفمون يفيكسي البارفان ويقعد معناها البريود نتاعو اقوى ويقعد اكثر وقت بارابور البارفان الخفيفه اللي هي لودو تواليت ولود كولون وكانوا يستعملوا زاد المرجولين المرتقوش قولوا احنا هي نبته تشبه شويه للنعناع تشبه شويه مش برشا ما حتى في الريحه لا في الريحه في شكلها اقوى ارباسي اكثر معناها نقولوا احنا طبيعيه اكثر من النعناع كانوا يستعملوا في نبتة اسمها ليريس نوع متاع فلور تشبه شوية للافونت هذوما أكثر دي بلانت ريجين الوقت هذيك هذوما المعنى الباس وأول بارفان تصنعت في العالم اسمها كيفي اسمها كيفي أي كيفي اللي هي أول هذي أوضو تواليت صنعوها الفراعنة عملوها سوفور عطاها اسم وبراند وكل شيء كيفي رغم قبل بالحق احنا توا احنا في عصر الجاهلية وهما كانوا بالحق كانوا متقدمين ياسر في كرياسيون في معمار في كل شيء بطبيعة عملوها سيل كيفية ذي سوفورم دو سافون معناها تشبه احنا شوية للمسك بتاعنا اللي نجيبه من السعودية سوفورم متاع صابون سوليد اي كان الصابون ذي فيه بالضبط العسل الريزان اللي هو العنب بالطبيعة كانوا فيه الفان لو فيو فان الفان المرقد نتاعهم وكان فيه الصفرا معناها هذوما قبل كانوا دي برودوي نوبل اللي هما معناها مش اي عبد ينجم يتحصل عليهم ينجم معناها ينجم يوصل لهم لالا كليوباتر عملت كرياسيون نتاعها اول كرياسيون عملتها هي الويل داموند امير معناها الزيت نتاع اللوز المر اي وعملت من بعد ويل دو كانيل تاع القرفه والويل دو ميت الميت زاد تشبه شويه للمرجولين معناها نوع تاع زاد بلانت بطبيعه كان تعمل فيهم ديكون ديكون بارفومي معناها نقولوا احنا دي بوتي صغار كيما نتاع الكحول هذوك عرفتهم ديجا الجمعه جايه عندنا باش نحكيو على الاوريجين نتاع الكحول الكل هي ديجا الكرياتريس نتاع الكليوباترا باش تتعاود معناها في برشا لا لا هي الكرياتريس هي الكرياتريس نتاع توسكي كحول فوالا الكاجال ودي بلاينر وكذا هي اول اول من بدا اول انسانه صنعته ايوا
دونك كان تعمل فيهم دي كونت كان تعمل اسانس معناها هو تو سكي زاد روح روح نتاع البلزاميك. البلزاميك احنا تو نعرفوه في الخل اكثر هو نوع نتاع عنب احمر يعملوا الاكستراكسيون نتاعو يولي معسل فهمتني يعملوا معناها يخرجوا منه اللي يقول اللي يصور نتاعو يولي معسل شوي كان هذا هو الاسبي كامل نتاع الباكراوند نتاع البارفان هي عند كليوباترا تري بيان كان ديجا البارفان معناها ريزيرفي نقولوا احنا حكرا على الطبق ليزيليت ليزيليت نتاعهم اللي هما الكهنه بالطبيعه اللي هما الامراء وما يتبعهم من رعايه ما كانش اي انسان ينجم يتحصل على البارفان والبقية الشعب كانوا يعملون لهم زيت الريسان زيت العنب يزيدوا شوية يا مونت يا أوريغان كل واحد شنو يختار معناه يحب معاه المونت يحب معاه الأوريغان زيدا ذو ما دي معناه تقول الأوريغان هو نورمال ما سيت اسمه الحقيقة ينتمي هو الأوريغانو اللي فاقوا بيه احنا طول مقرونة شفت كيفاش الوغ بالحق وريسان اللي هو ريسان هو الخروع سامحني قلت عنب ريسان معناه مش ان ريسان دوك من بعد الليكروتوا الفينيسيان الفينيقيين استغلوا الثقافة هذيك متاع فراعنه كل والسافوار فير بالطبيعه نتاعهم وعملوا معناها اون ترانسميسيون للي بارفان واللي ويل دو باز معناها زادوا عملوا دي كرياسيون اخرين بالطبيعه معناها لي كرياسيون كانوا فيهم شويه دي نوت اورينتال وشويه دي نوت معناها اوكسيدنتال من بلدان بالضبط هما ديجا معناها من هنا بدات الفكره نتاع لي ميلونج كانوا قبل معناها يعمل لك ماكسيموم دو كومبوزيسيون طوالو بليزيور كومبوزيسيون كانوا بالضبط الفينيقيين يستعملوا بازين معناها على البارفان تاعهم على نوت نتاع الزعفران ذاك خاطر هو كانت معناها اكثر نبته ديفلوبي في الوقت هذيك كانوا يعرفوها بعد جاوا في عهد الكسندر الاكبر الكسندر الاكبر بداو الروايح نتاعهم معناها بدا يجيب شويه روايح من الهند بدا بالسنتال بدا بالمسكات بدا بالنار هي زاد نوع نتاع ورده بدا معناها يجيب من كل بلاد يجيب دي نوت يجيب روايح معينه اللي تمك المغياج والميلونج هذاك مع تلقى من بعد تعدى ولا يعمل اكستراكسيون من دو باز انيمال ايوه يشد بالضبط فما نحكيو على الميوسك الميوسك هو تاو برودوي نوبل مش اي حد يقدر عليه وموجود في الماجوريتي نتاع لي بارفون دكا سي الميوسك هذا يجيبوه بالضبط من نوع نتاع غزال ذكر اي موجود كيل في اسيا ومن بعد فما لومبر غري زاد موجود في نوع نتاع حوت اسمه كاشالو هذا زاد موجود في ليزانتيستام معناها في المسار في المسار اي سي لومبر غري دونك من بعد نتعدى معناها البارتي الثانية الرومان هما كانوا أول أبوندونس معناها متاع إستوار دو بارفان في العالم بدأت شوية تصير كرياسيون متاع لي بوتيك بارفان كانوا يعملوا لي بارفان يعملوهم الإنسان والحيوان وحتى الماكلة متاعهم فوحوها بالطبيعة دونك البارفان كان قبل مربوط معناها باللوكس البليزير وصار كرياسيون اسمها اونغنتاري هذايا ليو معناها بلاصه كانت هذايا معروفه كيما نقولوا احنا حي العطاره بالمصري معناها حي كامل فيه ليزونس معناها ليزونسان اللي هما العطور اللي يصنعوا العطور معناها الناس اللي يعملوا بالضبط كانوا معناها الكرياسيون تاعهم يعملوه في دي بوتي معناها في شقوفات اون سيراميك وبلا في 18 سيكل فما انسان اسمه جون ماري فارينا هو الفونداتور دو لا بروميير ميزون بارفومور اون 1840 ديجا اللي هو ولا من بعد الفورنيسور الرسمي سي نابليون الاول بالطبيعه كان يعطيه معناها قرابه 40 لتر من البارفان كل 40 لتر 40 لتر من البارفان كل شهر كل شهر وفي نفس الوقت هذيك
في 1828 سي بيير فرانسوا باسكال غيرلان اللي هو معروف توا بالقام غيرلان في باريس هو كان برومي فونداتور زادا تاع لودو تواليت وبالضبط كان يبيع زادا في لي صابون في لي كريم لي بوماد ومعناها البرودوي نتاعو صار ديفلوبمون قوي نتاعو في الاوروب سورتو كي عمل البروميير كرياسيون لوت كولوني نتاعو اسمها الامبريال اللي هي تاع الطحات بور الامبراتريس اوجيني زاد معناها عملها ديدي الاوجيني هذيا تعادوا في صفيصة ال 20 سيكل اللي بارفان بالطبيعة ولاو معناها ابري ابوردابل ولاو مقبولين شوية اسوامهم خاطر صار الديفلوبمون معناها في الشيمي وصار ولات فما دي موليكول فما تركيب نتاع بليزيور روايح وكل بالطبيعة بعد الثورة الصناعية اللي صارت في فرنسا ولات البارفان معناها ابوردابل ومقبولة أكثر للناس ولات اندستريال أكثر مني معناها كرياسيون ناتوريل كيما قبل دونك في 1921 صارت الكرياسيون تاع شانيل نوميرو 5 اللي هي الماركة معروفة وميم طون في نفس العام صارت الكرياسيون ولات فما شوية كونكورونس تو صارت الكرياسيون تاع شاليمار زادا بالطبيعة من غيرلان في 1921 بعدهم بالضبط خرجت الميس ديور تاع كريستيان ديور بالطبيعة بعدهم خرجت نينا ريتشي 1948 مع الفام دو روشال ولا دونك من 1950 حتىكش الالفينات بدات شوية الديمقراطية متاع البارفانات هي موندو ولو فما دي كرياسيون متاع ليزو فريش كيما لابي روج غيرنا كيما لو سوفاج في ديور وليزو دو كولوني معناه ولو فما ديفلوبمون اكثر في لي بارفان معناها ما عادش كل اودو بارفان ولا اودو تواليت ولا الكونسنتراسيون تختلف اي ولات تختلف في الكونسنتراسيون بعد طلع سي اف سالوران اللي هو ديجا كان البي دي جي نتاع سي كريستيان ديور معناها كان البي دي جي نتاع الشركه هذيك عمل كرياسيون نتاع الشركه نتاعو عام 1964 دونك في التسعينات صارت موديفيكاسيون صغيره ولات فما دي كرياسيون نتاع دي زودو بارفان هي ما كانتش قبل موجوده واول انسان عمل اودو بارفان هو تيري ميغلير اللي توفى ديجا ديرنييرمون عمل الكرياسيون تاع اودو بارفان عام 1992 بالطبيعه في الالفينات ولات الكونكورونس قويت ولات فما اكثر كرياسيون وكل واحد هاتش عندك ولا اكزاكتومون ولا اندستري تبارك الله هو المحله واسع وكبير ديما موجوده الكونكورونس اللي تخلق التنوع غيالمون احنا باش نحكيو مازال عليه في اكثر حساس امين هكا ولا السوجي سينو والله انت تحكي فكرتني بفيلم لو بارفان تتفكروا هو المحله راه فيلم رعب يا حسره كيفاش عمل مثاليه اللي ما ترقدش صحيح اكزاكتومون الاكستراكسيون تاع البارفان يعملها من الجلد نتاع العبيد من اللحم تاع البنيت اون بلوس ما البنيت كلها بتبت ما ترقدش يعطيك صحة على الحقيقة أمين على الحقيقة الباكراوند المعمق للبارفان معناها خذينا برحلة من المصريين القدامى للرومان واحنا ماشيين أنا عملنا دورة باش نبداو غدوة ندخلوا طول في صلب الموضوع اكزاكتومون لا يعطيك صحة اللي يعجبني في أمين اللي يعطيكم هكا باكراوند وبعد كده ندخلوا غيالمون في كما قلت أنت ديغراداسيون للموضوع بحر واسع برشا برشا البارفان ان شاء الله هكا كنا طالعين عليكم بالريحه البنينه وعايشنكم هكا جو اصل الزينه اصل الزين وقيد اصل الزين بعد اكيد اصل الزين واللمحه الحلوه اللي ودنا بها امين رماح احنا اكيد مازال متواصلين معكم بمختلف الفقرات نكمل معكم تتشد بالموسيقى ورجعنا سوى 21 دقيقة لقيت هذه كده نمشي والمخ الهدرة مخ الهدرة مخ الهدرة قيت هذه ذول احنا ملي كنا في بشقودة ديما في الجمالية لو حالة ولكن ملي كنا في الريحة لبنينة بنمشي والبلاد جميلة وبلاد الأنوار والرومانسية ونمشي معك انت ذول الباريز اي نعم اليوم نور باش نسافر مع بعضنا لعاصمة الأنوار باريز ايوه كيقولوا باريز شنو الحاجة اللي تجي على مخاخ الرومانسية وانت يا مين شوكولاتة ودي سفرهاي حتى البارفان زيدا باريز زيدا الفونداسيون الفونداسيون ديما عند لي
الفرنسيس بالطبيعة نور ديجا من غيرلال ديور الشانيل كلهم انا كلهم فرنسيس نحكيو على باريس اي نعم اليوم نور باش نحكيو على برج ايفل واللي يعتبر من اهم المعاليم العالمية ورمز من رموز فرنسا حسب رايكم كيفاش بدات حكاية توغ ايفل انا في بالي اللي هو سيتي ان كادو كادو باهي وانت يا مين ذهلي حكيت عناد بين فرنسا وامريكا نسيت والله نسيت بالضبط لا فيش عناد الحق انت يا حمزة كنا نعشكي بدأت صدفة صدفة نجم يكون بدأت بهيبة هي امريكية او مربعة في بالي بتاع الطور وما كملوا لا لا فهم حتى علاقة بامريكا عطينا انت صحيح قراني تاريخ عطينا مخ الهدرة عطينا مخ الهدرة الحكاية انه في عام 1889 كان باش يتم تنظيم المعرض العالمي في باريس والمعرض هذا يتنظم كل 5 سنين في احدى المدن في العالم لهنا جت الفكره في الحكومه الفرنسيه في الوقت هذاك باش يعملوا حاجه يبهروا بها الناس ولاو عملوا مناقصه في عام 1887 واللي فاز بها هو جوستاف ايفل ونتصور لهنا بتظهر مولا برج ايفل صحيح ومن هنا جت الفكرة متاع برج ايفل اصلا اكيد راكم لاحظتوا اللي اسمه هو على اسم المهندس جوستاف ايفل تمت عملية بناء برج ايفل لمدة عامين وزوج شهور وين كمل في 31 مارس 1889 عامين كهو وقعدوا عامين وزوج شهور معناتها بارابور راهو الوقت هذاك اللي فما التقنية لا هو جست معناها نداء للجماعة اللي يعملوا في الكياسات نتاعنا معناها كهو جست برج ايفل خدا عامين يا جماعة كياس احنا خويا ياخذ 5 سنين ما يصيرش اشرف على العمل هذا طلع وقتش من المهندس حسب تقريبا انا نتصور فما فما 10 فما اكثر انا نقول 20 10 50 مهندس و 300 عامل هذا اللي اشرفوا على توغ ايفل باهي تو نمشيو لتوغ ايفل بيدو الارتفاع نتاعو طوله 324 متر سمح له يبقى اطول مبنى في العالم لمده 41 سنه حتى العام 1930 تاريخ بناء مبنى كارسيلر في نيويورك امريكا تبقى لمده 41 سنه هو اطول مبنى في العالم باهي حسب رايكم قداش تم استعمال من قطع حديد باش نحكيو اثنين من هنا ولا قطعه قطعه بالقطعه الاف معناها 20 20 مليون قطعه لا 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 مش هذيك مسامر في الملايين معناها اقل الاف الاف بالنسبه للحديد استعملوا لا لا 18000 قطع حديد و2.5 مليون مسمار 2.5 مليون مسمار مسمار تصور مسكين اللي يحسبه مو صعبالو والبرج الكل يوزن اكثر من 10 تران وزنوه 10000 تران ايوا 10000 تران والله انا والله اخترم فتلك كنت متوقع اكثر 10000 اما 10000 يظني احنا رانا مستخفين بالحكايه 10000 تران تظني رزينا برشا ليش مش برشا 10 وما عندناش شكون يلزم في تونس خلاص 10000 انترنات بالضبط وكل 7 سنين الحكومة الفرنسية تم تقوم بدهينة توغ ايفل باش ما يسددش طلعوا قداش يستهلكوا من ده يعني في العام كل 7 سنين يدهنوه هما 7 سنين يدهنوه كل 7 سنين يدهنوه باش ما يسددش ويدهنوه وطيروه معناها قداش يخسروا عليه الدهن ترناطا صور 4000 3000 ايترا 60 ترناطا ده 60 ترناطا معناها 4000 انت قلت ترناطا نتصور اكثر 60 ترناطا 60 ترناطا معناها 60000 ايترا تقريبا تصور اكيد 60 على 7 8 قداش يطلع؟ ها اسمع سيدي باش عندكش الكولور ما نتصورش ابيض على على هو الكولور تاع اونتيروي بالضبط في اللون الزيت 7 9 يعني اللي عجبني تو ابراهيم قاعد بزل يحسب في الحسابات اختصاص بكليت ان شاء الله
باكليت اللي بس كريم. الوغ معناها ساكوت باش يحافظ على بزاف ما نساوش التوريفيل يدخل لهم يدخل فلوس كل عام 7 مليون سائح فوالا 7 مليون سائح باش يشوفوا طرفك هنا معناتها 7 مليون اللي يجيب لي التوريفيلك هاو فرنسا تعمل 45 مليون سائح في العام فوالا سي بريفو فوالا معناها لوجيك نورمال ياسر صح عليها هذه هو الوغ نحن قاعدين في وسط غلو في كل المعالم التاريخيه نتاعنا والتراث نتاعنا نطحوا الكل بلاش قعدت فيهم المعالم عندنا كرتاج عندنا برشا حاجات كله ايه للسقوط احنا مالوغوزمون لا ترميم لا ولا حتى ترميم لا وريت فرنسا كيفاش لو توريفيل تعملوا ترميم في نسك كل 7 سنين احنا الترميم تاعو عندنا شي 15 سنه ما فماش هذا الترميم برا شوفها كلها توا اير السكون شوف انت السور من الجامع الكبير وانت راجع من هذيك ثروه كيما هذيك وزيها تكسرها زايعة قدامك دايما وتبكي بالتحديد لما نقعدوش تبعيد معناها جامع عقبة ايش تقولك مولا اكزاكتوما مولا ماذا هو الحقيقة إن شاء الله هكا على الأقل أنت أعطيتنا لفتة نظر اللي معلم من المعالم التاريخية في باريس كوميان ساكوت ساعة باش يحافظوا عليه احنا عندنا كل المقاومات خويا باش يكون عندنا سياحة من نوع هذاك خاطر المعالم التاريخية ديجا عندنا موجودة ولكن مالوغوزمون الحفاظ عليها والانتروتيان هو اللي ماهوش موجود يعطيك صحة عزيز لليوم في مخ الهدرة مخ الهدرة برشا فقرات مازلت تستنى فيكم بعد شوي باش نكونوا حاضرين معكم دائما في باب الجلادين اكيد تكسيت كل تسمعوا فينا تعدلوا الموجه اكيد على 90.3 دائما مكملين معكم وبالموسيقى اللي تستنى فيكم توت سويت ورجعنا وين ما كنتوا ساعة برونشي وتسمعوا فينا على البوند فيم وإلا على السيت أوفيسيال بتاعنا ولا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك احنا مازلنا مكملين معكم بمختلف الفقرات وقيت الحكاية الجميلة اللي تحكينا زيدا الأصل الحكاية وأصل تاريخنا الجميل تسفيت معك انت حمزة بشيخ هيتش عندك يا حمزة هيتش عندك سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين برونشي تستنوا فينا باش نحكيوا اليوم على تونس 3000 سنه حضاره مكتوبه فيها المكتوب وفيها المنسي وفيها اللي ما تحكيش عليه اليوم باش نحكيوا على ما قبل 3000 سنه حضاره لهنا باش يكون موضوعنا ولا حكايتنا على اوتيك الفينيقيه البونيقيه اللي هي قبل قرطاج برشا نتصور ما يعرفوش اللي اوتيك اقدم من قرطاج واللي هي أول منطقة فينيقية توجدت في شمال إفريقيا. الفينيقيين كانوا معروفين بقوتهم في البحر وكانوا كيف يتنقلوا من بلاصة لبلاصة في البحر ما كانوش يستعملوا البوصلة ولا حتى علم النجوم وكانوا كي يدخلوا بالفلوكة متاعهم ما يبعدوش برشا على السواحل متاع المنطقة اللي هما فيها وكانوا ديما عينيهم على السواحل باش ما يضيعوش ولا يغرقوا في البحر وغرامهم الكبير بالبحر خليهم يعملوا تجارتهم وكل شيء يخصهم في البحر أوتيك اللي في بنزرت توا أقدم منطقة فينيقية في شمال إفريقيا تأسست بالضبط 1101 قبل الميلاد يعني قبل قرطاج ب 300 عام نعرفوا تقريبا كل شيء على قرطاج أما ما نعرفوا حتى شيء على أوتيك ولحد يومنا هذا والساعة هذه أقدم أثار تم العثور عليها ترجع 800 سنة قبل الميلاد بحيث هي وقرطاج قد فرد وقت أسباب تأسيس أوتيك الفينيقية فما شكون يقول تعملت باش تكون سوق للبيع والشراء وفما مؤرخين أخرين يقولوا تقدت بالسيف على الفينيقيين خاطر يلزمهم بلاصة وين يصلحوا الفليك متاعهم كيبدأوا ماشيين من صور اللي هي مدينة صور لكاديكس اللي هي في إسبانيا بطبيعة مدينة صور هي بلاد في جنوب لبنان اللي هي المدينة الأصلية للفينيقيين كل واحد إيش يقول اما معظمهم يقول اللي هي تقدت باش يصلحوا الفليك والسفن نتاعهم اي لهنا ما سالناش رواحنا ولا مزيغ اللي كانوا يسكنوا في المنطقه هذيك عادي ياخذوا البلاصه كانه بلاد من غير مالي اي سيدك فما شكون يقول اللي هما كراو الارض من عند المزيغ وفما شكون من المؤرخين يقول
اللي المزيغ اللي كانوا يسكنوا في السواحل اللي في شمال افريقيا كان عندهم تفتح كبير للاجنبيين اللي جيوا من البلدان الكل، عكس مؤرخين اخرين يقول لك اللي الفينيقيين احتلوا اوتيك كما قالوا على كارتاج زادة. المهم في الحكايه متاعنا انه الفينيقيين تواجدوا في المنطقه هذه، حسب برشا مؤرخين يقولوا اللي المزيغ متاع المنطقه هذه والفينيقيين عاشوا عيشه عاديه برشا على الاخر، وصارت برشا معاملات كبيره بين بعضهم. فمشكون يقول اللي في الوقت هذاك الالهه متاع الامازيغ ولاو يعبدوا فيها الفينيقيين، والالهه متاع الفينيقيين يعبدوا فيها الامازيغ زادا، يعني الاختلاط متاعهم كان اختلاط تام. وحاجه اخرى يقولوا وقت اللي جاوا الاوتيك ما كانوش برشا، وكان حاشتهم بيد عامله، واليد العامله هذيك كانت عند الامازيغ، وعلموا الامازيغ كيفاش يصنعوا الفلايك وقتها. تو يقول القايل من بكري نحكي على الفينيقيين وقعدنا هكاك، الفينيقيين واش مدخل البونيقيين ولا البونيين. اي سيدك الفينيقيه هي لغه يحكيوا بها، بحيث اللي يتكلموا اللغه هذيك يتسموا الفينيقيين. اي مال شنية اللغه البونيقيه؟ اللغه البونيقيه هي اللغه اللي تجدت بفضل اختلاط الشعب الفينيقي والشعب الامازيغي. ثم حاجه اخرى جت من بعد اللي هي كارتاج. يقول القائل شكون بنها؟ في تسميتها يقولوا كارتاج الفينيقية، كارتاج البونيقية. من خلال التسميات هذه عرفنا اللي كارتاج بنوها البونيقيين، اللي هو الشعب اللي يحكي البونيقية بصورة أوضح، الخليط الممزوج بين الفينيقية والأمازيغ. وهذاك علاش اللي عملوا الحفريات الكل يأكدوا ويجزموا اللي عمرها ما كانت ثم مشكلة ولا انقطاع في الحضارات بين الأمازيغ والفينيقيين اللي سكنوا في المناطق هذيك. والاندماج هذا يقول القائل شنو عمل حسب تقرير؟ يا سيدك الاندماج هذا قد لغة اسمها البونيقية. هذه رجعت بينا بالضبط قداش من عام؟ تقريبا من 800 بل اي قبل الميلاد، ثم 900 عام قبل الميلاد. باش نحكي لك اللغه العربيه هي معناها بالعلم اللي اكتشفوه وبالحفريات وكل شيء، يقول لك اللغه العربيه استخرجت من اللغه الفينيقيه، لغه قرطاج قبل. باش نعطيكم لمحه صغيره ما نطولش عليكم، كيما كلمه بن اللي هي ابن، أب تبقى هي أم زادة كيكة، أدم راجل، أنوكي أنا، أخ اللي هي تبقى كيف أخ، بت هي بنت، هو كيف هو، أخت آت اللي هي أنتي، زريعة اللي هي أطفال، بعل اللي هي زوج موجودة في اللغة العربية، ملك اللي هي ملك، الاسم يقولوا له شم، عبد اللي هو عبد، يتم هو يتيم، ناس نفش، ملكة ملكات، زوجة عشات. مالا فمش فيهم شي بيكش القروية نتاعنا على الاقل نعرفوا اصلها منين جاي. امازيغية بيكش. امازيغية اكزاكتومون. يعطيك صحة حمزة الشيخ لليوم على هاللمحة التاريخية الجميلة اللي دائما تهزنا معها في رحلة حلوة برشا فيها اش عندك؟ هيدش عندك بعد شوية باش نمشيو نشوفوا فيش عنا وش ما عندناش. أكيد معك أنت أستاذنا إبراهيم شهيبي في أكيد الصحة الجبائية، وأيضا نذكركم بشكون متواجدين في باب جلادين معكم كنت عبد الموجع 93.3 وتربحوا معنا الكادويت. مرحبا بالناس كلها عبد الموجع علينا توت سويت. أش فيك واش عليك؟ أش ليك واش عليك؟ واش عليك؟ جدولك التحية مرة أخرى سي إبراهيم شهيبي، دائما تعطينا شينا واش علينا في كل ما هو أمور جبائية. مرحبا بك. شكرا مدام نور، صحة بارك الله فيك. باش نحكيو اليوم على أسباب سحب النظام التقديري، خاطر السنة شادت معناها الإدارة حملة كبيرة باش ثم ناس ما عندهمش الحق في النظام التقديري، عملت إلحاقهم للنظام الحقيقي باعتبار ثم توفرش فيهم بعض الشروط اللي منها عدد العمال، عدد وسائل النقل، عدد الأنشطة. لمش نمر لو سمحتي أختي نور، باش نشوفوا نحبوا نوضحوا الأسباب وقفات الاحتجاجية لإعوان الجبائي والاستخلاص
باش ان شاء الله باش يدخل معنا السيد عامر الخريف عضو النقابه الجهويه لاعوان ماليه. واخا نحطوا الموضوع في اطار فقط الايامات اللي تعداو والفتره اللي فاتت فهم العديد من الوقفات الاحتجاجيه او الاضرابات لاعوان الجبيه والاستخلاص. حابين نسالوا او نستفسروا اكثر على الاسباب وعلاش هل الاحتجاجات هذه لاعوان الجبيه والاستخلاص هذاك علاش نورمالمون يقولوا لي الزملاء التلفون حاضر معنا سي عامر بن خريف اطار سامي وعضو نقابه جهويه لاعوان الماليه. سي عامر مرحبا بك. مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات حياة أفهم. الله يخليك يعيشك سي عامر. قبل كل شيء معناتها وأنا عامر بن خريف صحيح مع عضو نقابة أساسية للمالية بالقروان وعضو فرع جامعي عضو فرع جامعي بالاتحاد العام للمالية بالقروان وعضو نقابة أساسية للمالية بالقروان. مرحبا بك سي عامر. مرحبا بك عايش. كان واضح الأسباب على خلفية الوقفات الاحتجاجية اللي قاموا بها أعوان الجبية والاستخلاص لأيام اللي فاتوا. بالنسبة للوقفات الاحتجاجية هي جاءت نتيجة يعني قيام سلطة الإشراف بخصم أيام الإضراب من أيام الإضراب بطريقة عشوائية من منحة الإخلالات واللي سبق أنه تم خصم نصف أيام الإضراب بعنوان السنة الفارطة من المرتب بعنوان السنة الفارطة. يعني قام الأسماء قاموا بالخصم المرة الثانية. إيش معناها بطريقة عشوائية؟ بطريقة عشوائية معناتها بطريقة مش واضحة كيفاش يتم الخصم هذه ما بينوناش علاش تم الخصم. ما حاولتوش تستفسروا بالكل ما فماش معناها ما فماش تو إجابة على قليلة شافية أو مقنعة أو يعني لوجيك نوعا ما لحد الآن؟ إلى حد الآن ما فماش أسباب خاصة بالنسبة لجهة القروان معناتها نتحدث على جهة القروان. بالنسبة لجهة القروان تم بصراحة أعوان الأعوان يحسوا بظلم وعظيم كبير. فهمت علاش على خاطر الخصم اللي تم في جهة القروان أكثر من الجهات الأخرى. مانيش عارفين شنو السبب احنا وما يجري معناتها بالرغم اللي احنا بدينا في الاضراب بعد ثلاث ايام من بدات جهات اخرين مثل قبصه وسفاكس ومدنين ورجعنا قبل بنهار معناتها اون برانسيب احنا اقل باربع ايام احنا ناخذوا اقل من جماعه من الجهات هذه والله شيء معناتها شيء معناتها هكا على شغلنا بصفه عشوائيه. يعني لحد الان ما زالت الاسباب يعني الاجابات نوعا ما مازلت ما كنتش ما فماش اجابات شافيه الى حد الان. قلت اخويا انتم خاصينكم بعنوان ايامات الاضراب اما ما شوما ايامات الاضراب حتى من الناحيه القانونيه من الناحيه القانونيه حتى في يعني ايام الاضراب يتم خصمها راهو من الاجر فقط. وتم خصمها عاملوها من الاجر فقط. حتى كان باش نحطوا الامور في اطارها ونذكروا شويه علاش تم الاضراب عملوا علاش تم الاضراب وكيفاش تم وليش. واضح. هو الاضراب عملوا الجاء نتيجه سطو سلطه الاشراف في شخص وزير الماليه انذاك على مكتسبات معناتها الاعوان. فهمت ولا؟ وسيد وزير الماليه ساعتها انذاك أقر بالخطأ نتاعه وتم معناتها تصحيح الخطأ هذا في ديسمبر 2021 معناتها كان النقص زاد هون. مع أن نحن نحاو معناتها زادونا بعد نحونا ماد كراف رجعونا معناتها طلعنا ما ربحنا شيء في الحكاية. يجدوا أثناء معناتها ينحوا نقص الشيء يصير من ما ينحوها أثناء يتم يعني عملية الخصم من المنحة. ما فماش هكا بوادر نتاع مفاهمه على قليله او توضيحات حسب معناها اللي كنت تقول فيه يعني الاضراب مازال متواصل يا مثل القادمه. ما مش اضراب لا بالليل التوضيح مش اضراب نحن لم نقم باضراب ولم ندعو الى اضراب. خاطر ما فماش احنا مازلنا في لحد الان في نقابات اساسيه احنا دعونا للاحتجاج وقمنا بوقفات احتجاجيه بانتظار انه على مازلت متواصله معناها الوقفات الاحتجاجيه. لا على خاطر ثم في احنا يعني عندنا جامعه نتاع التخطيط والماليه
والاتصال معناتها وبلغت المسألة هذه للسيد معناتها الكاتب العام للاتحاد ومعناتها سي نوردين طبوبي باش والجماعة مع السيدة رئيس الحكومة للمسألة هذه. وأنا سيدة رئيس الحكومة وعدت أنه معناتها مش يتم حسم في المسألة هذه في خلال الأسبوع هذا. نحن ننتظر على قلها فما بداية انفراج على قلها فما وعود على الأقل. ننتظر الانفراج بالذات حال احنا احنا ونحن مش نزيد عنا عريض يعني نحضر في عريض تظلم باش نخدموها زاد للإدارة نتاعنا. فهمت ولا لا؟ أساس أنه نحن زاد راهو خذ لي بالنسبة اللي معناتها بلي على فكرة راهي ثم حوايج معناتها توجع لأقصى درجة. علاش؟ على خاطر احنا عام الأول في الإضراب رانا خدمنا، نحن عملنا اضراب حضوري رانا خدمنا وعندنا ما بالدليل والبرهان اللي ناس انجزت خدمات خاصه الحوايج فيها اجل وفيها معناتها خدمنا وعندنا في العاريه في عاريه الظلم حاطين بالدليل والبرهان ناس خدمت واللي اضرابنا كان اضراب حضوري ماهوش اضراب يعني عمل غير منجز. سي عامر ان شاء الله كان الامور ما تحلتش. نحن راهو حتى نذكر من الناحيه القانونيه راهو من الناحيه القانونيه يعني حسب قانون الوظيفة العمومية راه هو الإضراب يتم خصمه فقط بعنوان عمل غير مجد. فهمتني؟ وما يمكنش الاقتطاع على أساس غياب غير شرعي إلا بعد اتباع جملة من الإجراءات. ما دام عندكم إثباتاتكم القانونية من إعلام العون بصفة فرضية بقرار الخصم وأيامه ويعني وأسبابه. فهمت ولا؟ واضح سي عامر. احنا ان شاء الله ومن حق العون زاد باش يعترض. اكيد ان شاء الله سي عامر الحقيقه اللي ضيق الوقت ولكن الموضوع يعني جدي للغايه. ان شاء الله احنا اللي خدينا من عندك على الاقل اللي فما بوادر انفراج الاسبوع هذايا لو كان الامور يعني ما تحلتش وعد من عنا اللي ان شاء الله نسلطوا الضوء على الموضوع هذايا باكثر تفاصيل. سي ابراهيم بيرجيل نشكر سي عامر ونقول له راهو انتم تخدموا بكونترا اوبجيكتيف معناها عقد اهداف وحققتوا الاهداف انتم المطلوبه وزدتوا الزياده المطلوبه دونك ما ثمش علاش وزاره الماليه تجي تقص لكم الايام تاع العمل وانتم سم العمل منجز ما غابوش ما سمعتنا وعملتوا كونترا اوبجيكتيف حققتوه دونك كل حاجه فيها خصم نقصوا لكم الشهريات بتكون العمليه غير قانونيه اعتبر ذلك. بالضبط ان شاء الله هكا شخصي. بالضبط ان شاء الله يعني المساله هذه يتم حسمها وخاصه يعني تتحل بطريقه ايجابيه على القريب العاجل ان شاء الله. احنا باش نتابعوها الحكايه ونمنتوكم بالتفاصيل. يعطيك الصحه سي ابراهيم. هذه كانت اشليك واش عليك. اشليك واش عليك واش عليك. يلا بوز صغيرة قبل ما نتلقاو مع الكيب اللي تستنى فيكم في باب الجلدين ورجعنا معكم توتشيت. نمشيو للزملاء من باب الجلدين وفي المباشر محمد معنا في التليفون. مرحبا محمد. مرحبا بك نور. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على إذاعة الحياة فهم اللي معدين موجتهم مع التسعين ثلاثة. إذا نحن متواجدين يا نور لنا كما وعدنا التاكسي سي الكل في باب الجلدين. طقس ممتاز للغايه يا نور. كانت راه خارق العاد. نقصدش الشيء على القليل شيء اللي كان قايله كان يصور لنا شاكر يعني الاجواء التاكسي ديجا في الانتظار يستناو فينا كل عاد الله يعني سلموا عليهم الناس الكل ديجا اللي تاكسي الكل قاعدين يستناو فينا. تعبناهم يا نور معنا الايامات هذوما لكن كل شيء هون يعني على اذاعه الحياه فهم. يا سيدي نسلموا عليهم ساعة الناس وكل التاكسيات الكل اللي قاعدين بالتزمير بالاجواء هذه هكا يستنوا في اذاعه الحياه فهم. نسلموا عليهم برشا نور. تبارك الله سيركيلاسيون معناتها عطلناها نحن لنا لازم نحركوا. يلا سيدي معاك التاكسي 163 تعطينا سيدي النوميرو بتاع التاكسي ساحب 463 463 تري بيان. يلا نور عطلنا سيركيلاسيون لنا باش نحركوا. يلا يلا ولا حكى بالتزمير وبالاجواء الاجواء الكل. مرحبا بك اخويا الغالي.
نور معايا في الاستماع؟ ما اكيد معاك 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 يا محمد. مرحبا بيك نور، ركبنا مع التاكسي. نتعرفوا عليه اكيد، هذه اللي باش تكون الشركه نتاعنا. معايا سي عبد الوهاب حارس. نور كانت تسمع فيا؟ نسمع فيك يا محمد، نسمع فيك. سي عبد الوهاب، عبد الوهاب حارس. يعني نور، يعني للتذكير البارح الجاي كان يعني من الناس اللي جاونا البارح الرومبوان الغربية وما كانش متفائلين، لكن كما وعدنا الناس الكل يعني ديما الفوز موجود يعني والربح موجود مع إذاعة حياة فهم. اليوم عنده شانس اليوم أنه كان هو من الرابحين ديجا هو تكتيسي. يعني يا نور 481 قدامنا متاع البارح اللي ربح البارح يزمر له. تسمع فيا يا نور ولا؟ نسمع فيك. 481 481 التاكسي يعني تعديت تاع البارح اللي سمعنا وكانت تبارك يعني سي عبد الوهاب يعني بالربح نتاعو اليوم. سي عبد الوهاب كيفاش جو التاكسي احكي لنا؟ لا يا خويا بالنسبه للمروه بنية تحتية، نحكينا من بنية تحتية جو التاكسي. جو التاكسي جو هذه ماشي الحمد لله. تعاملنا فيك السخانة برشا. شكون اليوم شوية؟ هو المحالة سخانة غير اعتيادية اللي تعودنا بها الحقيقة هالأيامات هذيا. ساعة ألف ألف مبروك مرة أخرى للتاكسي رقم 481 هكا كان مانيش غلطة اللي فاز معانا لليوم كادو مزيان من أهداء الفريقي جي اس ام. يعطيهم الصحة للتاكسي كل اللي الحقيقة كانوا معانا دائما معانا في الاستماع. سهل برشا تنجموا هكا تدخلوا معانا وتنجموا ديما تربحوا الكادوات من اهداء الفريقي جي اس ام. هكا تمنى على الكادو نتاعنا بيان سور في الربح. محمد في ثنية ان شاء الله راجع بالتاكسي. سينو سي ابراهيم عندك ديديكاس بيان جيلا سيدي يلا. شكرا. اتقدم باجمل التهاني واروع الاماني لابني الدكتور صلاح الشهابي ومناسبه نجاحه في الاختصاص الطبي في فرنسا بتميز. راجيا له ولشقيقته الدكتوره ريم الشهابي مزيد التالق والنجاح والحياه السعيده. ان شاء الله يا ربي الف الف مبروك، ان شاء الله ربي يفرحك بهم سي ابراهيم. يعطيك الصحه سي ابراهيم. ما غرام ميرسي سي على ليكيب تكنيك، باش ما ننساو حتى حد. ايمن ليغا زميلنا سيف الدين بولعريس، زميلتنا امنه بوخيت، زملاء في اللي كانوا البرا معاكم، زميلنا محمد وسيتي، زميلنا شكر، كل الزملاء اللي كنتي حمزه بالشيخ، زميلنا امينه رماح، مشكور اللي كنتي زيد عزيز الضيف سي ابراهيم. وبعد شويه خليكم مع قسم الاخبار، شنو غدوه موعدنا يتجدد معكم في نفس التوقيت. كنت معكم نور البيجي، شنو نتلقاو في نفس التوقيت. تصبحوا على الف. العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93.3 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي.